اتفضل. بعد اذنك يا عم الشيخ، انا ان شاء الله باذن الله مسافر يوم السبت ان شاء الله عمره. انا من سكان السعوديه، مقيم في الجنوب. اللهم تقبل. ومسافر باذن المولى عز وجل بكره باذن الله هبات سابع واكمل على جده. بس انا عندي شغلانه في جده، يعني ورقه بخلصه في الاستفاره. فهل انت اخذت تصريح عمره او لم تاخذ، او التصريح الغيت او ما زالت قائمه؟ لا انا التصريح، فاخذت تصريح بالعمره باذن الله يوم 3. يوم 3 شغلي في جده هيخلص في السفاره السبت او الاحد اللي هو يوم 31. الله يبارك فيك. يوم 1 باذن الله. وانت ممكن تاخذ تصريح عمره وانت في بلدك؟ انا اخذت تصريح عمره وانا في نجران، يعني في المنطقه الجنوبيه. اي نعم 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 نعم. المهم الان انت اذا نهيت عملك في جده تهل من جده، ما دام لك اعمال هناك في جده كثيره تنهيها وتهل من جده. يعني يجوز اللي انا يعني انت ذاهب خصيصا للعمره او للاعمال وبعد الاعمال تعمل عمره؟ انا هروح الاعمال وبعدين اعمل عمره. خلص اعمالك وتهل من مكانك. احل من مكانك. ايوه نعم. السلام عليكم. اين حسن؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا كلام الشيخ مصطفى. تفضل.